كرة في الركنية صعبة كثير مع سعود توري، وكذلك كوليبالي مرفوعة في القائمة الثانية خطيرة بالراس ودوك بجول. أول أهداف المباراة لصالح المنتخب السنغالي عن طريق القائد ساديو ساني، ضربتان راسيتان متتاليتان من ركنية منفذة كما ينبغي، أوب الأولى بالراس في القائم الأول والهدف الأول لصالح منتخب السنغال. ساني يفتح مجال التسجيل للسنغاليين بضربة راسية من أمام عدد كبير من اللاعبين، وهدف مستحق لساليف ساني لاعب نادي هانوفر الألماني، سجل أول أهدافه مع منتخب السنغال بعد 36 دقيقة لعب. هدف مقابل